احنا مجموعه من الشباب اللي دايرين واحد الجروب فيسبوك سميتو بنك بنك فاميلي، وكيف ما كاع المغاربه توصلنا بالخبر ديال الانسه حنان في موقع اجتماعي فيسبوك. اون فوا توصلنا به وتوصلنا بخبر اخر باللي راه خاصها الدم، ودرنا واحد المبادره، درنا واحد الميتينغ تجمعنا فيه هذا السبت اللي فات باش نمشيو نتبرعوا ليها بالدم. وفوالا تبرعنا لها بالدم نهار السبت، وجمعنا حاولنا نجمعوا لو ماكسيموم اللي قدرنا نجمعوا عليه، هو 15 شخص اللي قدرنا نتبرعوا عليه نتبرعوا يتبرع بالدم. وان شاء الله غادي نعاودوها السيمانه الجايه ان شاء الله على حسب، حنا نحاولوا نديروا لو ماكسيموم. حنا اصلا لو جروب بنك بنك فاميلي فيه 3800 مومبر، وغنحاولوا شاك ويكاند ان شاء الله نستمروا في هذه المبادره هذه، ونحاولوا كل سبت ان شاء الله نتبرعوا عليها اقصى ما كان اللي قدرنا عليه.